اي استوديو عبد الرزاق اديسيون بريزونت عبد الرزاق جونيور الشيخ ياسين الرحالي وهذه خاطر شادية ونسبة ناس كازاوا 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 يبو حبابنا قول 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 انت فيكم ونهضر يا علياني يسمع لك كلامي وانظر قعد تعاني هرب عليك فيني بق غير انساني اللي كيفك ما يخلعناش يا نبدا بيكم ونغدر يا عدياني سمع لك كلامي وضطر قول تعاني هرب عليك فيني بق غير انساني اللي كيفك ما يخلعناش خاص غادي نمحيهم حتى واحد ما جاني فاس نخاف عليهم وبيهم ما على بالناش كلامي خارج كيف رصاص نجري فيهم جاوني سالين دوك الخاص غادي نمحيهم حتى واحد ما جاني فاس نخاف عليهم وبيهم ما على بالناش حاقد من زمان راك موالف واللي كيفك ما يخلعناش قبلك حنا في الميدان رانت عارف صعيب عليك تولي فنان وباقي تالف حساد وحاقد من زمان راك موالف واللي كيفك ما يخلعناش على بالناش